بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. يوم جديد ولقاء يتجدد من برنامجكم ساعة صبحية. صباح الخير والبركة والسعادة والمحبة وكل شيء جميل يرضي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول ثم يرضي حضراتكم جميعا. بالتأكيد لا أحد يستطيع أن يزايد على وطنية المصريين ومدى حبهم وعشقهم لتراب هذا الوطن، لأن المصري زي ما بيقولوا كده بيولد وعنده جينات حب هذا الوطن. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي سواء في القنوات المغرضة اللي حضراتكم تعلموها جيدا أو مواقع السوشيال ميديا بكافة أنواعها، للأسف هناك حملة شرسة بتشن وبتستغل الظروف والأوضاع الصعبة اللي بتمر بها مصر حاليا، وبتحاول على قدر الإمكان أن تبث العديد من السموم في أذهان وقلوب شباب المصريين اللي هم بيتابعوا هذه المواقع. خلينا نقول لحضراتكم ان ثورة 30 يونيو جت عشان خاطر تحرر هذا الارض، وجت عشان خاطر الحرية وان يكون هناك شيء من المساواة والعدالة ما بين المصريين، وخوفا على مصرنا الحبيبة ان تذهب الى حافة التهلكة في حكم الاخوان المسلمين. ولكن اللي احنا بنشوفه حاليا بيحاولوا زي ما بيقولوا كده يغسلوا دماغ كل الشباب اللي تتواصل مع هذه المواقع. طبعا بالتأكيد احنا نسمن على دور شباب مصر والشباب اللي هو بيرد على كل هذه الأخبار المغرضة والأكاذيب والأقاويل، وكلنا عارفين انها لا تمت لأي أدنى شيء من الصحة. للأسف هناك الكثير داخل الوطن بيتلونوا على تلون المرحلة. واحد يسألني إزاي؟ يعني يشوف مثلا خبر في إساءة لمصر تلاقيه يتضامن مع ناشر هذا الخبر، وبعد كده لما يبقى في ناس تدخل تعارض هذا الخبر وتلاقيه هو يعارض هذا الخبر. خد بالك أكتر ناس ممكن تقلق منهم اللي ما عندهمش مبدأ. ليه؟ لأن ده متلون، ده ممكن يبيع نفسه مش وطنه بس في سبيل يعني مصلحة أو غرض آخر. عشان كده إحنا واجبنا بنقول لحضراتكم وتحديدا الشباب اللي هو تحت سن المراهقة أو في سن المراهق اللي هو قبل سن الجامعة، مهم إن يكون في متابعة من أولياء الأمور. أنا مش بقول لحضرتك إنك تراقب ابنك، لا، تابعه، شوف ميوله، صاحبه، شوف أفكاره، شوف اتجاهاته، شوفه بيشيت مع مين، شوف صحابه، حاول على قدر الإمكان إن تحتوي ابنك. ليه؟ لان في المقام الاول لو انت احتويته وقدرت ان انت تتابعه بشكل كبير جدا، مش بس يعني في قعده على مواقع التواصل الاجتماعي، لا حتى في كل امور حياته، حتى في كل خروجاته مع اصحابه، تفكيره والحاجات دي كلها، لازم ان يكون في احتواء. الاحتواء ده بيجنبك ان ابنك ينساق لا قدر الله لحافة الهوية، وللاسف ممكن ينساق وراء مثل هذه الشائعات والاقاويل المغرضة. عشان كده بنقول لازم ان يكون هناك شيء من الردع. يعني أنا بناشد الجهات المعنية سواء مثلا وزارة الاتصالات، مباحث الاتصالات، أن تراقب كل من لديه أخبار كاذبة ومن يبث السموم ومن يبث هذه الشائعات، وأن يكون هناك ردع لمثل هؤلاء. أنا مع حضرتكم أن في ناس خارج مصر بتحاول برضو تمارس هذا، ولكن ده معروف، ولكن الأخطر اللي موجود داخل البلد وانت مش عارفه، زي ما كنا قبل كده بنتكلم في فقرات وفقرات وفقرات، أن للأسف اللي تخاف منه اللي هو موجود جنبك سواء في بلدك أو في حتى ممكن يكون معاك في العمارة وانت ما تعرفوش رغم تلونه. ولكن احنا بنقول لحضراتكم ان يكون عندنا كده متابعة لأبنائنا، يكون في درجة من الصداقة، يعني الأب يصادق ابنه أو يصادق بنته، وكذلك الأم، عشان يكون في مبدأ المصارحة ما بينهم وتقدر تقيم سلوك ابنك. واحد يقول لي طب انت ليه بتقول الحاجات دي؟ هقول لحضرتك ليه احنا بنقول، لان ده واجبنا في المقام الأول ان احنا نوعي حضراتكم. الحاجة التانية ان احنا لما يكون في جانب من التوعية يلي جانب من التطبيق من قبل أولياء الأمور أو من قبل حضراتكم كمشاهدين، ده هيجنبنا إلى عديد من المشاكل، أو لقدر الله ممكن يضيع مستقبل ابنك لو أنت ما طبقتش ده.
ليه؟ لأن شايفين اللي بيحصل حوالينا والدول اتدمرت ازاي.